المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بصفاقس ورشة عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج الأوعية الدرقية باستغلال جهاز إزالة التصلب الكلسية. رئيس الجمهورية من واشنطن تونس متمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني ومنفتحة على التحاور. قفصة حادث مرور يصفر عن إصابة 11 شخصاً. وزارة التجارة جلسة عمل للنظر في تقدم إنجاز مشروعي وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب بيوت التبريد بالسوق ببير القصعة. وزير الشؤون الاجتماعية يشرف على افتتاح مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد تابعا للحريق الذي شب فيها. إلى تفاصيل النشرة والبداية بالشأن الصحي، حيث انتظمت يوم الثلاثاء والأربعاء 13 والرابع عشر من ديسمبر الجاري بقسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي الشاكر بولاية صفاقس ورشة عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج الأوعية الدرقية باستغلال جهاز إزالة التصلب الكلسية، وسيمكن اعتماد هذه الآلة الحديثة والأولى من نوعها في تونس من الارتقاء بجودة الخدمات المزداة لمرضى القلب والشرايين. التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الأربعاء 14 من ديسمبر الجاري بواشنطن بالسيناتور الديمقراطي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ونائبه، ومثل هذا اللقاء مناسبة بين خلالها رئيس الجمهورية مجددا حقيقة الأوضاع في تونس على خلاف ما يعمد إلى بثه البعض من صورة مشوهة تسيء لتونس ولخارات شعبها التي عبر عنها منذ شهر جويلية 21 و2000 وفق نص البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية. وذكر سعيد بالخطوات التي تم قطعها بدعم شعبي واسع، وأشار إلى أن تونس مقبلة على تنظيم انتخابات تشريعية في احترام تام للموعد الانتخابي. وجهويا، جد مساء اليوم الخميس 15 من ديسمبر الجاري حادث مرور بالطريق الجهوية عدد 123 الرابطة بين مدينة قفصة ومعتمدية المذيلة تمثل في اصطدام ثلاث سيارات من بينهم سيارة أجر الواج، وأسفر عن إصابة 11 شخصا بإصابات متفاوتة الخطورة حيث وصفت حالتهم الصحية بالمستقرة. كما تمكنت الحماية المدنية من نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بالمذيلة والمستشفى الجهوي لحسين بوزيان بقفصة. أشرفت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة صباح اليوم الخميس على جلسة عمل خصصت للنظر في تقدم نسق إنجاز مشروعية وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب بيوت التبريد بالسوق ذات المصلحة الوطنية للخضر والغلال ببير القصعة، وذلك بحضور المتصرف المفوض للشركة وعددا من إطاراتها. واستهلت الجلسة بتقديم مشروع إحداث وحدة تثمين النفايات العضوية بالسوق وتدارس الإشكاليات التي أعاقت تنفيذه في الأجال المحددة، إلى جانب خريطة طريق الشركة لاستئناف إنجاز هذا المشروع. أشرف مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية بعد ظهر اليوم الخميس على افتتاح مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد، وذلك على إثر إعادة تهيئته تبعا للحريق الذي كان قد نشب به مؤخرا. وأثنى مالك الزاهي على مجهودات كافة أعوان وإطارات الصندوق على سرعة تفاعلهم مع حرصه على استئناف نشاط الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد، وذلك لمواصلة تقدم وتقديم الخدمات في أحسن ظروف لمنخرطيه والاستجابة لحاجيات في أفضل الأجال، متوجها بالشكر لإدارة العامة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية على توفير الفضاء الضرورية لتأمين استمرارية نشاط مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض طيلة فترة إعادة تهيئة مقر المركز. تم بعد ظهر اليوم الخميس اختتام أشغال اللجنة القطاعية المشتركة التونسية الجزائرية في مجال العمل والعلاقات المهنية المنعقدة بتونس الممتدة بين 13 و 15 من ديسمبر الجاري، وذلك بالتوقيع على محضر اجتماع هذه اللجنة من قبل حياة بن اسماعيل رئيس الهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية ورابح مخازني مدير علاقات العمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية. وتضمن محضر الاجتماع جملة من الأنشطة التي سيتم
تنفيذها خلال السنة المقبلة في مجالات تفقد الشغل والحوار الاجتماعي والصحة والسلام المهنية والتكوين والدراسات بين البلدين. كما تم الاتفاق أيضا بين الجانبين التونسي والجزائري على تحريم اتفاقيتي التوأمة بين المعهد الوطني للصحة والسلام المهنية والمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية الجزائرية وبين المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية والمعهد الوطني للعمل الجزائرية. نهاية النشرة الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. المستشفى الجامعي الهادي شاكر بولاية صفاقس ورشة عمل تكوينية وتطبيقية حول علاج الأوعية التاجية باستغلال جهاز إزالة التصلب الكلسي. قيس سعيد: تونس متمسكة بسيادتها واستقلالية قرارها الوطني ومفاتحة على الحوار. قفصة: حادث مرور يسفر عن إصابة 11 شخصا. وزارة التجارة: جلسة عمل للنظر في تقدم إنجاز مشروعي وحدة تثمين النفايات العضوية ومركب بيوت التبريد بالسوق ببير القصعة. ومالك الزاهي يشرف على افتتاح مقر الصندوق الوطني للتأمين على المرض تونس واحد تبعا للحريق الذي نشب به مؤخرا. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع عبدالله الحطاب في لايف سبور.